كما شهدت مدينة تعز صباح اليوم الاثنين تظاهرة شعبية كبرى دعت إليها فروع الأحزاب دعما لقرارات البنك المركزي اليمني ورفضا للضغوط الدولية على الشرعية. وارتدى مشاركون في التظاهرة القبعة التي يرتديها محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي في إشارة إلى التضامن معه والتأييد لقرارات البنك المركزي. ودعا المشاركون في التظاهرة مجلس القيادة والحكومة إلى المضي قدما في تطبيق القرارات وعدم الاستجابة لأي ضغوط إقليمية ودولية، والمضي في التدابير الرامية لحماية القطاع المصرفي من عبث ميليشيا الحوثي الإرهابية. كما شدد المتظاهرون على ضرورة قيام الحكومة والبنك المركزي بمسؤولياتهم الدستورية والقانونية في إيقاف عبث الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاقتصاد الوطني والعمل على إنهاء التدهور الحالي للعملة الوطنية. نحيي قرارات المعبقي ونقف بكل قوة مع هذه القرارات الشجاعة ونحييها تمام التحية، كما نحيي وقوف المجلس الرئاسي ويعني ثباته في قضية الانحياز للوطن والانحياز لهذه القرارات، وندين الانحياز الفج للمبعوث الأممي مع الميليشيات الجائرة والوقوف معها من أجل يعني انتشالها وإنقاذها من هذا الموقف الحرج. القرار قد صدر وهو قرار سيادي لا يمكن التنازل عنه، يعتبر هو قرار الشعب اليمني كامل. أما موقف المجلس الرئاسي من هذا القرار فهو طبعا موقف مسارد لقرار البنك المركزي اليمني، لكن تدخل المبعوث الأممي في هذا الوقت دائما ما يتدخل لإنقاذ الحوثي من هذه الورطات، فنحن هنا نؤكد ونقول أن هذا القرار قرار سيادي. كان رد المجلس الرئاسي على رسالة المبعوث الأممي رسالة واضحة، وهي أنهم من خلال تصدير النفط والغاز وعدم استفزاز الحوثي للبنوك وكذلك توحيد العملة، هذه تساعد المواطن وتعمل على رفع ودفع الاقتصاد اليمني. نؤيد قرار البنك المركزي على أن توحيد العملة وأن تتوحد على أن يعني يتم توحيد العملة على مستوى الجمهورية بعملة واحدة، وعلى أن يكون دفع المرتبات والموظفين والذم من عائدات الميناء تأمين الحديدة.